السلام عليكم، نرحب فيكم في مادة الريادة. اليوم حنتكلم على Chapter 5 Identifying and Analyzing Domestic and International Opportunities، لأن نشوف كيف نحددها. يمكن تكلمنا عنها سابقا بس بنعيد نأكد على بعض المفاهيم في هذا المجال. يمكن الانترناشنال Opportunities ما تكلمناش عنها بشكل كبير في هذا المجال. الآن بالنسبة للرياديين، في صعوبة في إدارة والتوسع في يعني شركاتهم اللي هم يعني خلقوها. الآن لا يتوسع فيها، إيش مطلوب؟ مطلوب إنه يحدد الفرص سواء داخليا أو خارجيا للتوسع، يطور من مهارات الإدارة المختلفة في هذا المجال، برضو يدخل فيها روح الريادة بشكل أساسي. إيش العوامل factor contribution to international expansion؟ ليش الناس بتروح دولة؟ opening up of control economy to market oriented enterprises. لما يصير تغير في السياسة الاقتصادية لبلد معين كان هو متحكم فيه بالدولة وراحوا للسوق الحر. في يعني سيلف انترست، انه انت عندك رغبة شخصية، لا ايش يكون عندك يعني احداث خارجية وقوة خارجية فيها. عادة الدول النامية تحتاج لتدريب وتعليم وبنية تحتية لدعم التطوير والنمو يعني بشكل عام. إيش لما نتكلم على opportunity recognition and opportunity assessment plan، كيف هنتعرف، كيف نقيم الوضع؟ عوامل يعني ليكون للريادة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي لتكون ناجحة. الفكرة لازم تكون تواكب، او يكون في احتياج للمنتج او الخدمة اللي احنا بنتكلم فيها. في عندي تقييم للفرصة، لازم ينعمل تقييم بناء على تقييم يعني خطة تقييم الفرصة بشكل عام. طيب لنقيم الفرصة هذه كيف، إيش لازم نسوي؟ في عندنا 4 أجزاء. الجزء الأول بتكلم على الفكرة، تطور الفكرة، تحليل المنافسة للمنتج أو الشركات المنافسة، التعرف على طب يعني إيش المميز هنا عشان تقدر تقنع أو تقتنع في إنه هذه الفرصة صحيحة. الحاجة الثانية بتتعلق في السوق من حيث حجمها، الموضة أو الترند فيها، الكاركترستيك كيف طبيعتها، وقديش حجم النمو اللي هو الجروث ريت. الجزء الثالث بركز على الانتربنور والفريق تبعه، فريق الإدارة تبعه، من ناحية المهارات ومن ناحية إيش الخبرة الموجودة عنده. والشيء الأخير اللي هو بتكلم على التايم لاين، يعني إيش الجدول الزمني لتقدر تبدأ أو تبادر في بشكل ناجح لافتتاح الشركة الخاصة بك أو افتتاح الفرع الخاص بك في هذه الدول. طيب في عندنا مصادر المعلومات، في عندنا General Information، في عندنا Score اللي هي مؤسسة غير ربحية، هذه بتعطي Free Online and In-Person Assistance، يعني بتعطي مساعدة مجانية أونلاين وبشكل شخصي في هذا المجال. Small Business Development Center provide counseling, training, technical assistance on all aspects، هذه من الناس اللي بيدعموا بمصادر الدعم. اليو اس تشامبر سمول بزنس سنتر، هذه في امريكا، في بلادنا بدك تشوف الغرفه التجاريه. اذر فاليبل ويب سايت انكلود ناسبيك.org، ان في سي اي.org، نابيا.org، دبليو 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 دوت
fasttrack.org, activecapital.org, ceo.org, intrad.org, kaufman.org. كل هذه مؤسسات غير ربحية يعني بتعطيك معلومات قيمة في هذا المجال. طب إيش كمان؟ Industry and Market Information, Blanket, Industry Data, Market Research, Trend, Statistics on Market and Forecast. Blanket هذه من الشغلات المهمة اللي بتعطي يعني بتعطيك وضع السوق بشكل عام والإحصائيات وهذا. Frost and Sullivan بتعطي Industry Specific Information. Euro Monitor هي بتعطي Information on Consumer Market Size, Market, Marketing Parameter, Companies and Brands. يعني Gartner هذه Information on Technology Market. Gale Directory Library, Industry Statistics and Information on Non-Profit Organization and Association. Competitive Company and Product Information, Business Source Complete to provide company and industry information by scanning the Data Monitor Report. Hoover, طبعا هذه مؤسسة provide information in both large and small companies with link to competitors in the same North American Industrial Classification System. Mergent to provide detailed company and product information US and international company. Government sources census report هذول حتى عندنا دائرة الإحصاء الفلسطينية موجودة فيها. Export import authority UN com trade والbusiness.gov. نورث أمريكا تكلمنا عنها نورث أمريكان نايكس إندستريال كومباني سوسايتي هاد تعطينا ستاندرد إندستريال كلاسيفيكيشن كودز أوشا برضو هذه موجودة تقدر سيرش إنجن طبعا هذه بدك تطلع there are many key terms for searching the needed industry, market and competitive information, trade association, هدول good source, trade publication برضو هذا من ال good sources عندنا. The international entrepreneurship is the process of an entrepreneur conducting business activity across national boundaries. يعني انت بتروح للصعيد الدولي بدل ما انت في الصعيد المحلي. في هذا المجال with a commercial history of only 300 years the United States is relatively newcomer to the international business arena يمكن حاليا الصين هي المسيطر الأول والأكبر على مجال الريادة وهي يعني اللي بالفعل حتى الرياديين بفكروا لما يصنعوا كيف نصنع هذه الشغلات بأقل تكلفة ولهذا السبب توجهوا للصين بشكل عام. A successful entrepreneur must be able to fully understand the difference between domestic and international business, respond according to thereby successfully going global. International versus domestic entrepreneurship, economic, طبعا domestic business strategy بتختلف عن international لأنه في البلد في نفس البلد انت بتستخدم نفس العملة برا بدك تستخدم عملات مختلفة برضو الاستراتيجية اللي بدك تستخدمها هتختلف من حيث الـ level of economic development, الـ currency valuation اللي هي القيمة السوقية للعملة او الدولية للعملة الـ regulation government من بلد لبلد بتختلف الـ banking system, الـ venture capital, الـ marketing والـ distribution system هذا في اختلاف stage of the economic development certain factors significant impact a firm ability to successfully engage in international business such as the fundamental infrastructure the banking facilities and system هذا مهم جدا ال educational system برضو لأنه الناس اللي هتعامل معهم المستويات الخبرات الخبراء هذا بيختلف ال legal system أهم شغلتين الصحيح ال banking system والليجل سيستم لانه هدول هم اللي بحددوا العلاقات وال يعني خلينا نقول الحركه الماليه وحركه البزنس البزنس اثكس اند نورمز هدول مهمه كثير
البالانس اوف بيمنت كورنت اكاونت، هذه بدك تعرف المعلومات فيها كيف انا. طبعا الكورنت اكاونت اللي الحساب الجاري، والبالانس اوف بيمنت كيف انا بدي اوازن الدفعات من حساب جاري في هذا المجال. وبريزنت يعني لما نيجي نطلع فيها في هاي بريزنت سيستم وفليكسبل اكستشينج ريت، كونتري كورنت اكاونت بدك تطلع عليه. difference between value of a country's import and export over time affect the valuation of its currency، يعني هل العملة قيمتها السوقية ثابتة ولا متغيرة. الفالويشن اوف وان كانتري كورنسي افكت بزنس ترانزاكشن بتوين كانتري، يعني لما تنزل قيمة العملة بتصير البضاعة تبعتها ارخص، فهذه بتحرك، ولو زادت قيمتها في السوق بتصير اغلى، فهذا بتأثر كثير على صعيد التجارة الدولية. type of system difficulty in doing business in a common economy economies that are developing or in transition، إن الاقتصاديات اللي بتتطور عمالها او بتنمو او في وضع يعني بتتحرك من نوع معين من الاقتصاد لاقتصاد ثاني، هذا بتلاقيه فيه شوية غلبة. use of barter or third party arrangement these country to increase business activity، وهذا احنا بنستخدمه في الفلسطينية كثير نظرا لصعوبة الحركة المالية. method of payment using non-money items، يعني تدفع دفعات او بتبيع بضاعة من نوع معين وتاخذ بدالها بضاعة ثانية. third party arrangement paying for goods indirectly through another source. political legal environment political risk analysis and assessment of the country political policy its stability prior to entry، لأنه هذا ممكن كل شيء يطير لك في هذه الشركة وتخسر حاجات كبيرة في هذا المجال. طيب political risk operating risk transfer risk ownership risk، يعني لما التشغيل او سواء من ناحيه الترانسفر للفلوس او البضاعه، والاونر شيب اللي هي الملكيه، يعني بعض الدول بتسمحش بالملكيه، بدك الملكيه عبر ثيرتا شركاء محليين او حاجات زي هيك. كونفليك اند تشينجز ان ذا سولفنسي اوف ذا كانتري، في عندها الناس محسوبين على ناس وحاجاتها. A country's legal system regulate its business practices, manner in which business transactions are executed, the right and obligation involved in any business transaction between the party، اللي هي العلاقات بين المشتري والبائع وكيف يعني العملية بتتم. A critical area of every entrepreneur property rights، حقوق الملكية. contract law اللي هي انت لما بدك التعاقدات. product safety اللي هي الأمان على البضاعة. والليبيليتي المسؤولية عليك من وراء البضاعة هذه. اللانجوج برضو احدى المشاكل اللي بتهم، اللغة يعني عادة بدك ترانسليتر بيفهم اللغة الأم ويعني دقيق جدا في الترجمة، لأنه الترجمة أحيانا بتخربط كثير في هذه المجال. التكنولوجيكال انفايرمنت، طبعا فاريشن ان افيلابيلتي اوف تكنولوجي ار اوفن سربرايزنج بارتيكولر تو انتربرنور فروم ديفلوب كانتري، يعني في هذه لما تروح نيو برودكت ان كانتري ار كرييتد بيس اون كونديشن اند انفراستراكشر اوبرانت ان ذات كانتري، حسب البنيه التحتيه والتكنولوجيا الموجوده في هذا البلد انت بتقدر تصنع او تنتج المجال. طبعا لما نتكلم على الاسبكت اوف كلتشر النورم فاليو سيستم، نتكلم على الريليجن الديانه السوشيال ستراكشر البنيه الاجتماعيه اللغه البوليتيكال فلسفي الايكونومكس اند ايكونوميك فلسفي الاديوكيشن والمانرز اند كاستمز، هذول مهمه اللي هي الاداب والاجتماع العادات في هذا المجال. Available distribution system، نتكلم على الفاكتور to be considered in determining the distribution system for a country over its overall sales potential, amount and type of competition, the cost of the product, a geographical size and density, the investment policies ايش هما، الاكسشينج ريت اند كنترول قديش سعر الصرف
كيف بتحكموا فيه. الليفل اوف بوليتيكال ريسك طبعا هذه مهمه. اوفر اول ماركتنج بلان كيف هي بتكون. موتيفيشنز تو جو جلوبال بروفيت الكومبتيتيف بريشر اليونيك البرودكت للسيرفيس الاكسس برودكت كاباسيتي عندك مزيد من يعني البرودكشن كاباسيتي للقدره الانتاجيه. ديكلاين هوم كانتري سير فيش في البلد مبيعات كافيه. يونيك ماركت اوبورتونيتي فرصه ممتازه حصلتها. الايكونوميز اوف سكيل التكنولوجيكال ادفانتج والتاكس بنفيت احيانا فيش ضرائب في بعض البلدان هذه او ضريبه تبقى قليله بتخلي تروح. الاستراتيجيك افكت ان جلوبال جوينج جلوبال بنتكلم على الفيزيكال اند psychological closeness to the international market affect the way business occur, culture, variable, language and legal. دائما الناس بتحب تروح على المناطق اللي بتحس في قرب بالنسبة إلها في هذا المجال. عادة البلدان اللي بتحس انه فيش يعني حاجة مشتركة بينك وبينها بتحس كريادة بتبعد عنها. احيانا المنطقة الجغرافية هي القرب نفسي لهذا المناظر بتحس حالك قريب. فهذه كلها بتخلي الاختيار يعني جيد جدا. في عندي 5 خطوات لموديل. develop appropriate indicator يعني بده يكون عندك يعني خلينا نقول مؤشرات مناسبة. collect data and convert into comparable indicator بدك تجمع بيانات وتحولها ل شيء مشابه في هذا المجال. establish an appropriate weight for each indicator احيانا بعض المؤشرات لها وزن اكثر من الثاني فانت بدك تشتغل عليها. analyze the data تحلل البيانات. select the appropriate market from the market ranking بشكل عام. exporting indirect exporting في عندي direct exporting non equity arrangement زي licensing turnkey project وال management contract هذول كلهيتها بعض الشغلات اللي احنا بنحاول نوصل لها في هذا. نتكلم على direct foreign investment minority interest joint venture majority interest يعني هذول الماينوريتي اللي هو لو في ناس مالكين هم لهم يعني اسهم اقليه في الاسهم او الناس اللي هي تتحكم في اكتريه الاسهم تبعت الشركه او احيانا الشركات اللي بسموها joint venture في شراكه مع شركات ثانيه. الحاجات اللي بدك تطلع عليها الميرجر اللي هي كيف الشركات تتحد مع بعض horizontal merger أو vertical merger أو product extension merger market extension merger diversified activity merger هذه كلها أنواع مختلفة من اللي بنتكلم عنه بشكل عام. الأسد برضو لما نتكلم على الانتربنور partnering يعني كيف بدهم شراكة. foreign entrepreneurs know the country and culture هذه يعني مش كتير دائما بتكون. دي كان facilitate business transaction and update the entrepreneur on business economic and political condition يعني بدك شراكة من أهل البلد اللي أنت بدك تروح تشتغل فيها لأن هدول بيعرفوا الظروف وبيعرفوا كل الأوضاع سواء السياسية أو الاقتصادية في البلد. A good partner shares the entrepreneur's vision are likely to exploit the partnership and can help the entrepreneur achieve his or her goals. يعني الناس اللي لهم نفس الرؤية بيساعدوا وهذه تحدي كبير يعني فيها. Barrier to international trade بتعرف الـ GATT agreement اللي هي الـ tariff free يعني بنتكلم عن general agreement on tariff and trade established هذه 1947 under US leadership include over 100 nations. The objective liberalize trade by eliminating or reducing tariffs, subsidies and import quotas. يعني عادة في عند البلدان بتحط ضرائب وبتحط وبتدعم منتجاتها المحلية فهذا بتحاول تتحرر من هذه الشغلات
في هذا المجال. increase protectionist attitude, increasing protectionist attitude. يعني في ناس اللي هم بدهم يعني على مستوى العالم الدول حاليا بتميل انها تغلق حدودها وتحافظ على الموجود. يمكن دول الخليج احدى النماذج في حكاية العمل وكيف انه مسكرة الحدود ومش فاتحة بالنسبة للجنسيات الاخرى والكفلة، وهذه كلها هذه اشكاليات. دول الاتحاد الاوروبي بدهاش حدا يدخل فيها الا عبر اتفاقيات. في امريكا مجموعة ترامب بتحاول انه امريكا في الاول والباقي ملوش يعني مش منفتحة، بتحاول تجيب الشغل لبلادها. هذه كلها موجودة في العالم. فالسبورت تبعكات يمكن دائما العلاقات بين الدول والصين أو الدول الثانية بتصير إشكاليات فيها، لأنه الكل بتهم أو بتدعي إنه البلد الآخر مش ماشي حسب القواعد المتفق عليها. لهذا الآن بتصير أحيانا اتفاقيات ثنائية بين الدول لا يعني لا تحافظ على قواعد يعني القواعد المخصصة للتبادل التجاري. Trade blocks and free trade agreement. في عندي free trade area، هدول نافتة هذه بين أمريكا والمكسيك وكندا، وهذا أيام ترامب صارت فيها إشكاليات على كيف التبادل الاقتصادي بده يكون. تريتي في أسون كون اللي هذه اللي بسموه ميركوسور تريد زون، هذه مع الناس تبعين الحلف الفرنسي أو الفرانكفونية. اليوروبيان كوميونيتي طبعا هذه بيج بلوك. بارير تو انترناشونال تريد، انتربرنورز استراتيجي اند تريد باريرز. بنتكلم على increase الكوست فور اكسبورتنج بشكل عام برودكت او سيمي فينيشد برودكت تو كونتري. هذا طبعا لما تزيد بتحط تضعف يعني الوضع تبع المبادر او اصحاب الشركه الرياديين. voluntarily export restrain may limit entrepreneurs ability to sell product in the country from production facility outside the country. عادة يعني لو انت بدك تنتج من خارج البلد بدك تبيعها في بلد في نفس البلد هذه اللي انت فيها او البلد اللي انت مستثمر فيها، هذه بتعمل شوية اشكاليات وبتضعف الريادي. entrepreneurs may have to locate assembly or production facility in the country to conform with to local content regulation. أحيانا بده يجبر إنه يعني خط الإنتاج أو المصانع تبعتهم أو يعني أماكن الإنتاج إنه يحطها في البلد اللي هي بده يعني يبيع فيها على أساس إنه يتبع قوانين هذه البلد. وهيك بنكون خلصنا الفصل chapter 5 في الكتاب. يعطيكم العافية.